مساعدات لطلاب جامعة الموصل من الإيزيديين المقيمين في سهل نينوى. في خريف عام 2014 كانت البداية في بيوت مستأجرة للطلاب اللاجئين. في عام 2017 كان هناك 11 منزلاً مستأجراً في كركوك. في عام 2016 جاء رؤساء الإيزيديين لطلب المساعدة لشعبهم أيضاً. بعد هزيمة داعش ألزمتهم جامعة الموصل على العودة للدوام فيها. الآن إنهم يعيشون في بعشيقة وفي قرى أخرى كانت قد تضررت جدا من قبل عصابات داعش الإرهابية، لذا كان يجب تقديم المساعدة بشكل فوري إلى بعشيقة، وكان الطريق صعبا. كان كل شيء مسجلاً بشكل دقيق. هنالك حوالي 650 طالباً وطالبة من الإيزيديين حصلوا على مساعدات غذائية وعلى مصرف للنقل إلى الموصل. مجموعة من شباب كاتدرائية القلب الأقدس في كركوك الكلدانية قاموا بإعداد هدية للجميع. كيف يعيش الطلاب والطالبات الإيزيديين؟
إنهم حقا بحاجة إلى مساعدة. ساعدوا المطران يوسف توما كي يتمكن من مساعدة الطلاب الإيزيديين الذين يداومون في جامعة الموصل. شكراً.